السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا آية الكرسي سورة الإخلاص المعوذتين. طيب هنبدأ بجزء جديد بقى، هو مشتقات البنزين. أول حاجة عندنا حاجة اسمها الألكايل البنزين. الألكايل اللي هي مجموعة الألكايل الآر، والبنزين اللي هي حالة البنزين، وده كنا حضرناه قبل كده من التفاعلات الـ10 اللي احنا قلناها. فهو أول حاجة كل مشتق من البنزين هنقول بيتحضر ازاي وايه التفاعلات اللي بتفعلها. طيب بنحضره ازاي؟ زي ما قلنا بفريد الكرافت الكايليشن، والتفاعل ده احنا قلناه قبل كده في التفاعلات هو هو بالظبط، مش هيبقى فيه اي اختلاف. تمام، هنلاقي اللي هو كان التفاعل الرابع. تمام ماشي، والتفاعل او الطريقة اللي بعد كده هي فريد الكرافت السايليشن. بس احنا عارفين ان فريد الكرافت السايليشن بيبقى عبارة عن ان احنا معانا مركب زي ده، تمام، عبارة عن مجموعة كربونايل مرتبطة هنا بهالوجين ومرتبطة هنا بايه بالار، ويبقى معانا لويس اسيد مهمته اللي هو يسحب ايه الهالوجين. مين اللوس اسيد اللي كنا بنستخدمه؟ AlCl3. هيسحب مين؟ هيسحب كلور، فيديني AlCl4. تمام. هتبقى معايا ايه بعد كده؟ هتبقى معايا مجموعة الكربونايل اللي فيها الايه الار، ده كده الاسايل. بعد كده هيعمل اتاك للبنزين ويدينا المركب ايه المركب ده، ده كده فريد الكرافت اسايليشن. بس ده مش كده، ده مش مركب ايه القاء البنزين، فبنكمل عليه بخطوة تانية اللي هي ريدكشن، بنعمل له اختزال. الاختزال ممكن يكون عن طريق حاجتين، لا الا كامل سن، لا الا وولف كاتشر. تمام، وولف ايه كان كاتشر. تمام، طيب كل واحد منهم ليهم عامل بيستخدمه يعني بأثناء التفاعل. كامل سن بيستخدم زد ان اتش جي في وجود اتش سي ال. تمام، اما وولف كاتشر بيبقى في وجود ان اتش 2 ان اتش 2 او اتش. تمام، يعني لو هيستخدم التفاعل ده بنستخدم العامل دي، لو هيستخدم التفاعل ده هنستخدم العامل دي. تمام، احنا مش عارفين ميكانيزم ازاي هيحصل اختزال، كل اللي علينا ان احنا هنشيل ايه الاو بتاعت مجموعة الكربونات، هنضيف بدلها ايه 2 اتش 2 عشان يدينا اسايل، ويبقى معايا اسايل بنزين اللي هو ايه القايل بنزين. تمام كده طريقتين التحضير. في طريقة كمان اللي هي جرينيت ريجنت. جرينيت ريجنت كنا خدناها قبل كده، بيبقى عبارة عن مجموعة ألكايل وفيها الميتال بتاعي بيبقى المغنيسيوم، وفيها الإكس اللي هي بيبقى الهالوجين. فأنا مثلا لو معايا هنا هالوجينيتد أروماتيك كومباوند اللي هو عبارة عن حالة بنزين فيها هالوجين، وفعلته مع المغنيسيوم في وجود الإيثر هيديني المركب ده. بعد كده ممكن أفعله بحاجة بالتلاتة، آر إكس اللي هو هاليد الألكايل، أو سي إتش 3 SO4 CH3 اللي هو عبارة عن ايه داي ميثايل سلفيت، او حاجة اسمها ROTS. وده كنا خدناه الترم الاول في محاضرة الكحول، كان بيبقى عبارة عن ايه هو؟ كان بيبقى عبارة ان انا عندي Cl اللي هو الكلور مرتبط ب SO2. تمام، مرتبط بايه بالتولوين. ده كده التولوين، فكنا بنسمي المركب ده ايه؟ كنا بنسميه بالعكس كده، يعني اول حاجة هنقول عليها التولوين بنختصره بالاس، بعد كده الاس اللي بنختصره بالتي اس، بعد كده الاس بتاع الاس او 2، بعد كده السي ال ده كان اسم المركب. بعد كده كنا بنفعله مع الايه ار او اتش. تمام، فكان بيديني الايه الار او تي اس، وده كنا بنقول عليه جود نيم جروب، كنا بنستخدمه كجود نيم جروب. فهو ده الايه ال ار او تي اس اللي موجود على الايه على السهم. فانا بستخدم حاجه من الثلاثه، بعد ما اكون المركب ده بفعله مع اي حاجه من الثلاثه دول، لا الالكايل هل الالكايل، لا ال ار او تي اس، او مثال سلفيت، حاجه دي من مصدر للار يعني، وينتج الناتج الاخير ايه الكايل بنزين، برضو مش هنعمل ميكانيزمات. طيب التفاعلات بتاعته، قبل ما نقول التفاعلات عايز اقول لك حاجتين. اولا ان حلقه البنزين اللي عليها الار دي تعتبر اكتيفيتد رينج. ليه؟ لان الار
هي activated group تمام، هي weak activated group. حلو. طيب بدل هو activated group يبقى بيوجه ايه؟ ارسو وبار. دي اول حاجة عايزك تعرفها. تاني حاجة عايزك تعرفها ان انا بيبقى عندي هنا ايه انشط موضع للدفاع، ان انا بيبقى عندي حلقة بنزين اول الكربونة بعد حلقة البنزين، او الكربونة المرتبطة بحلقة البنزين مباشرة، بتسمي البوزيشن بتاعها اسمه بنزيليك تمام. البنزيليك ده بيبقى انشط مكان للتفاعل، هو ده اللي بيتم فيه التفاعل. ليه؟ عشان بيبقى عنده قدرة عالية اللي هو يعمل ريزونانس، وكل ما المركب بيبقى عامل ريزونانس اكتر كل ما الاستابيليتي بتبقى عالية، فالتفاعل بيتم فين؟ في المكان ده تمام. هنخش بقى على التفاعلات. اول تفاعل هو الهالوجينيشن، اضافة الهالوجين، وده بيتم عن طريق عن طريقين. اول حاجة ان انا بضيف ذرتين هالوجين في وجود اليوفي، اليوفي اللي هي اشعة اليوفي، او في وجود يعني الضوء تمام، ضوء الشمس. وده بيتم، احنا كنا خدناه قبل كده في ثانوي يعني، كان مع الالكانات. كان بيعمل ازاي؟ كان بيبقى مثلا انا معايا اتنين زي هنا في المركب ده، الالكايل اللي معايا عبارة عن CH2 CH3، فهو هيعمل ايه؟ الاتنين اكس، ومعايا هنا CL2 اللي على السهم. الاتنين CL2 واحدة منها هتتفاعل مع هيدروجين من هنا ويطلع HCl، والسي ال اللي باقي هتخش مكانها، فيديني المركب بيبقى شكله عامل كده. سي سي ال بيبقى فيه اتش ناقصة مرتبطة بسي اتش ثري. تاني يبقى عندي هنا اتنين كلور، واحدة منها هترتبط بالاتش وتطلع بره، فين احنا هنا واحدة ال بعد اتنين سي ال، واحدة منها هترتبط بإتش من اتنين وتطلع بره سي اتش سي ال، والتانية هتخش بدلها، فيديني المركب ده. وعلى فكرة المركب ده ممكن أعمله برضو نفس التفاعل بالظبط، حط سي ال 2 و2 سي ال يعني، وبعد كده ايه اشعة يو في ويطلع الاتش اللي باقية والسي ال اللي هتخش بعدها تمام. دي اول طريقة. الطريقة التانية ان انا بعمل سبستيتيوشن، اكني بتعامل مع الكيل بالظبط تمام، اللي هو هنا دلوقتي انا معايا ده ايه اكتيفيتي رينج، فبالتالي يعني دي زي ما قلنا عبارة عن ايه مجموعة الكايل اكتيفيتي جروب، وهتوجه ارثو وبارا. فلما اجي اضيف الكلور واعمل هالوجينيشن زي اللي احنا كنا خدناه في برضه في التفاعلات العشرة، كان هو تقريبا التفاعل التالت، فهيجي هيبقى عنده مكانين هيخش فيها، لا الا ارسو وبارا، ما مش لا الا هو هيخش ارسو وايه ويخش بارا. فدي الطريقة التانية. طيب التفاعل التاني هو الاكسيديشن الاكسدة، في بس انت بتبقى عارف الالكيل جروب لما معناها اكسدة بيديني كربوكسيل جروب تمام. تمام فانا مثلا لو معايا هنا التولوين ده، الكومن نيم بتاعه اسمه ايه التولوين، لما عملت له اكسده مجموعه الالكيل اللي عليه اتحولت لايه؟ لمجموعه كربوكسيل، وادالي بنزويك اسيد تمام. طيب انا لو عندي هنا المثال اللي بعديه، عباره عن حلقه بنزين عليها مجموعتين الكايل، فلما اجي اعمل اكسده بيبقى معايا كي ام ان فور، ده عباره عن عامل مؤكسد، هيعمل ايه؟ هيعمل لي اكسده للاثنين ويديني مركب اسمه فاسيليك ايه اسيد. ده التفاعل التاني. التفاعل التالت هو تفاعل هو بالظبط اللي خدناه قبل كده، اللي هو عبارة عن نيتريشن. كان بيبقى معانا حلقة البنزين هنا، بقى احنا مش معانا حلقة، احنا هنا معانا مشتق منها اللي هو ايه الألكيل بنزين، وكان بيبقى معانا HNO3. HNO3 ده اللي هو بيمثل لنا NU E اللي هو مصدر عشان اطلع منه الالكتروفيل. ومين بقى الكاتاليز اللي كان بيطلع لي الالكتروفيل؟ هو ال H2SO4 تمام، كان بيطلع مع بعض عشان يديني NO2 تمام، وال NO2 هو ده الالكتروفيل، فيهاجم ايه الحلقة. طبعا الميكانيزم بالظبط موجود في الفيديو بتاع التفاعل. فدلوقتي CH3 قلنا ان هي خلاص دي عرفنا ان هي اكتيفيتد جروب، فهتوجه ارسو وبارا، فهتوجه ايه ارسو اللي هي هنا وهنا، وهتوجه بارا اللي هي هنا. فيدي المركب ده، اللي هو ايه اسمه TNT. طيب التفاعل اللي بعد كده السلفونيشن، برضو التفاعل اللي خدناه في العشر تفاعلات كان التفاعل التاني، وكان فيه التفاعل ده مميز اللي هو ايه التفاعل الوحيد اللي خدناه ريفرسيبل تمام. كان بيبقى معايا بنزين وبفعله مع ال H2SO4، كنت بفعله كمان مع ال S دبل بوند O دبل بوند O، كان فيه هنا OH وهنا OH، وكان بقى بيطلع لي في الاخر
ال SO3 تمام، وكان بيعمل بقى الميكانيزم عادي جدا، ويجي في حتة نزل الهيدروجين، بدل ما اطلع الهيدروجين بره، لا الهيدروجين ده ارتبط بالايه، بال SO3، وكان يديني المركب ده برضه، هيديني هنا موضع أرسو وموضع ايه بره تمام. هنا بقول لك الانتفاعلين التالت والرابع الميكانيزم بتاعهم هو علينا، بس احنا مش كاتبين ان احنا قلناها قبل كده. طيب ده كده اول مشتق خلاص خلصناه اللي هو الالكايل بنزين. هنخش بقى على المشتق التاني، هو عبارة عن ايه، الكالين بنزين. ده بيبقى عبارة عن حالة بنزين فيها المجموعة سي اتش دبل بون سي اتش 3 تمام. وهنا عشان في هنا ربط الباي، فدي بتبقى انشط من حالة المنزل، فالتفاعل بيتم عليها تمام. دي حاجة. طب بنحضره ازاي وبنتعامل معاه اكنه الكين، حتى طريقة التحضير هتلاقيها زي تحضير الالكين بالظبط، والتفاعلات بتاعته برضو زي تفاعلات الالكين، بتبقى تفاعلات بالاضافة. طيب اول طريقة بنحضرها بيها اللي هي دي هيدروجينيشن. الدي معناها اللي ايه، اللي هي نزع، وهيدروجينيشن هو نزع ايه، الهيدروجين. طيب هو انا هنا بس نسيت اكتب حاجة، هي كان هنا موجود سي اتش 2 ورابطة سي اتش 3، يعني هي ده المركب على بعضه. انا نسيت اكتبه تاني لوحده. حلقة بنزين وهنا مرتبطة بسي اتش 2 سي اتش 3، ده المفروض ده المركب ده، بس انا ايه اتلخبطت واكتبه تمام. ويبقى معنى ده اللي هو Cr2O3، ده عبارة عن عامل مكسيد، فهيعمل لي ايه العامل المكسيد، هينزع لي 2 هيدروجين. هنزع منين؟ هنزع واحدة من هنا واحدة من هنا تمام، هنزع واحدة من هنا واحدة من هنا، فدي المركب ده. دي أول طريقة المركب ده له اسمه ايه، أنكلاين بنزين. دي أول طريقة اللي أنا حضرت بيها ايه المركب. تاني طريقة أنا بعمل دي هيدرو هالوجينيشن. دي قلنا اللي هي معناها نزع، وهيدرو معناها هنا الهيدروجين، والهالوجينيشن اللي هو الهالوجين، فانا بنزع هاليد الايه، هاليد الالكايل. طيب لو انا عندي مركب زي ده، والمركب ده احنا كنا لسه قايلينه من شويه، قلنا منين لما كنا بنقول الكايل بنزين ممكن يتفاعل من الهالوجين مثلا اللي هو ده، وكنا بنعمل بنضيف له 2 Cl في وجود اليو في، فهيديه المركب ده تمام. طيب المركب ده بقى اللي احنا حضرناه، لو عايز بقى اعمل منه ايه الكلاين بنزين، فاللي هعمله ان انا هضيف الكحول كو اتش. فالالكحول ده هيعمل ايه، هينزعني واحدة هيدروجين من التلاتة اللي هنا مع السي ال، ويطلع لي اتش سي ال والكلاين ايه بنزين. طيب الطريقة التالتة دي هيدريشن اللي هو نزع الميه، معايا مركب زي دوت، في حاجة هنزع الميه، هنزع ال OH واحدة اتش من التلاتة، يديني برضو ايه انكلاين بنزين طبعا في وجود H2SO4. طيب الرياكشن زي ما قلنا، انا هنا اكني بتعامل مع الكين زي ما طريقة تحضير الكين هي برضو التفاعلات بتاعته، التفاعلات برضو ايه اديشن، مش عليها امثلة عليه، بس ايه احنا عارفين ان هي تفاعلات الالكين خدناها قبل كده يعني. طيب وهنا بيقول لي ان انكلاين بنزين دي لونها ايه، يعني انا مثلا لما بقول الكايل هالايد ده نوعها اكتيفيتد رينج ولا دي اكتيفيتد رينج، كل ما بقول اكتيفيتد رينج ليه، عشان الار اللي هنا عباره عن ويك، اللي هو ويك بامبنج جروب او ويك اكتيفيتد جروب تمام. طيب وكنا بنقول نوعها موجب اي، وكنا قلنا يعني ايه موجب اي في فيديو قبل كده بتاع الاورينتيشن. هنا برضو ده activated range ليه، عشان ليه activated range، لأنه positive M، وقلنا قبل كده يعني ايه positive M، positive اللي هي معطية للإلكترونات، و M اللي هو mesometric أو ايه resonance effect. طيب المشتق التالت اللي معانا، وده اللي هيبقى طويل شوية، ال halogenated aromatic compound، اللي هو بيبقى عندي حلقة بنزين عليها هالوجين، هالوجين زي الكلور أو البروم أو الفلور أو اليود تمام. طب ازاي ده اقدر احضره؟ اول حاجه بطريقه الهالوجينيشن. الهالوجينيشن اللي احنا خدناه برضو في التفاعلات كان ايه، كان بيبقى معايا هنا حلقه البنزين، ويبقى معايا الهالوجين زي الكلور مثلا،
وافعل مع ال ACl3 اللي هو لويس اسيد، واسحب منها واحدة سي ال هسحب دي، وهيبقى ال سي ال موجبة اللي هي الالكتروفيل، يهاجم حلقة البنزين ويكون ايه هالوجينيتد اروماتيك كومباوند. دي اول طريقة وقلناها قبل كده. الطريقة التانية الهايبو هاليوس اسيد. طب دي بتستخدمها ازاي؟ بيبقى عندي ذرة هالوجين مرتبطة ب OH، في وجود ذرة هالوجين تانية مرتبطة بال مرتبطة بالايه بالهيدروجين هي هاليد الكال اللي هي معلش اللي هي اتش اكس الهيدروجين الكل حاجة تانية. تمام، ده بيبقى بيتم ازاي؟ احنا مش عارفين الميكانيزم، بس لو بصينا هنا يعني ممكن نتوقعه ان هو بيبقى عندي ال HCl ده مصدر لايه للاتش موجب، هترتبط بال OH، بعد كده هفقد المية وال Cl هتخش ايه تهاجم حالة البنزين تاني، بيبقى عندي هنا HCl هتبقى مصدر ال H هيرتبط بال OH ويفقد مية، ويبقى عندي Cl موجبة تهاجم ايه حالة البنزين ودينا هالوجينيتد اروماتيك كومباوند. طيب طريقة تانية سنتنير رياكشن. طيب ده بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى معايا دايزونيوم سولد لو فاكرين كنا قلناها في التفاعل العاشر، وبنفعل مع حاجة من التلاتة، لا كلوريت النحاس الا بروميد النحاس الا كي اي. كل واحد من دول عبارة عن ميتال ومرتبط بالهالوجين. تمام، وبيدينا في الاخر هالوجينيتد ايه اروماتيك كومباوند، ومش علينا برضو ال الميكانيزم بتاعه. كلنا علينا اللي احنا اللي هي ان تريبل بوند ان هتتكسر وهيخش مكانها ايه هالوجين. لو انا مثلا استخدمت كلوريد النحاس فالهالوجين عندي هيبقى كلور، لو استخدمت بروميد النحاس هيبقى الهالوجين بروم، لو استخدمت كي اي هيبقى الايه الهالوجين بتاعي هو ايه ليوت. طيب التفاعل الرابع اسمه هنز ديكر، بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة ان انا هنا معايا حلة البنزين فيها CO2 تمام مرتبطة بإيه الفضة، وبفعله مع الهالوجين بتاع اللي هو البروم وبعمله دي كربوكسيليشن. يعني ايه دي كربوكسيليشن؟ انا هنزع منه ايه CO2، فلما انزع منه CO2 هيبقى معايا بس ايه الفضة مرتبطة بحالة البنزين. الفضة هيجي يتفاعل مع ال Br2، واحدة منهم هتتفاعل مع ال Ag وتطلع بره AgBr، وهيتبقى لي واحدة بروم هتخش مكانها فيديني ايه بروميد بنزين اللي هو هالوجينيتد اروماتيك كومباوند. دي كده طرق التحضير الاربعه. تعال بقى نشوف الرياكشن. الرياكشن احنا عارفين الهاليد الالكايل عموما بيبقى عباره عن ايه، بيتفاعل بالسبستيتيوشن. فكنا بنقول في الترم الاول بالاس ان 1 واس ان 2 اللي هو سبستيتيوشن نيوكليفيليك 1 وسبستيتيوشن نيوكليفيليك 2. تمام، بس احنا هنا الطريقة دي مش هيتفاعل بيها، هو هيتفاعل سبستيتيوشن فعلا بس بطريقة تانية. طب ليه مش هينفع يتفاعل من اس ان 1 واس ان 2؟ لان انا عندي سي ال بيقدر يعمل ريزونانس مع الايه حلقة البنزين، وبالتالي هيبقى احنا صعب ان احنا نتفاعل بالظروف دي. ممكن نتفاعل فعلا بالاس ان 1 واس ان 2 بس في ظروف ايه معينة، لكن احنا بنتكلم في الظروف العادية مش هيعرف ايه يتفاعل. ايه الريزونانس ان سي ال هيعملها؟ لو انا معايا مثلا مركب بالشكل ده، سي ال بيبقى عليها نون بير، النون بير دي ممكن يعمل بيها ربطة ثنائية، ولما يجي يعمل ربطة ثنائية الكربون اللي جنبيها هتكسر الربطة دي عشان ما يبقاش عامل خالص روابط، فيدينا الشكل ده. تمام، طب الشكل ده ممكن يعاد يرجع تاني للشكل ده فيعمل ايه ريزونانس، ويفضل ثابت على المنظر ده. ده في هنا اشارة سالبة، بيفضل رايح جاي على الايه على المنظر ده، فبيبقى صعب ان هو يتفاعل بال SN1 و SN2. تمام ماشي. هنرجع الحتة دي، عايزك تعرف بس ان الهالوجينيتد اروماتيك كومباوند في حتة الرياكشن بيتفاعل بطريقتين، لان حاجة اسمها الكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن، لان نيوكلوفيليك سبستيتيوشن. الكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن دي الطريقة اللي بيتفاعل بيها الحلقات البنزين كلها. تمام، اللي هو العشر تفاعلات اللي احنا قلناهم في الاول، او في الحاله دي عندنا الخمس تفاعلات. فبيقول لي هالوجينيتد اروماتيك كومباوند بيتفاعل بخمسه، النيتريشن والسلفونيشن والهالوجينيشن وفريدل كرافت الكايليشن والسايليشن. تمام، بنفس الميكانيزم اللي احنا واخدينه مفيش اختلاف.
طب ايه الحاجة التانية بقى اللي هي الكلوفيليك سبستيتيوشن؟ دي اللي احنا هنشرحها دلوقتي، اللي هي المفروض كان بيتفاعل بال SN1 و SN2، لكن احنا قلنا هيتفاعل بطريقة تانية. طب ايه هي الطريقة التانية؟ بيتفاعل بطريقتين تانيين، حاجة شبه ال SN1 وال SN2 بس مش هما. تمام، طيب ايه هما؟ بيبقى عندي واحد منهم اللي هو اديشن انيميشن، والتاني بيبقى اسمه انيميشن اديشن. تمام، وهنا يعني لو لاحظنا الفرق بين الاثنين الترتيب، الاديشن انيميشن والانيميشن اديشن. فلما يجي يكتب لي التفاعل خلي بالي بالترتيب، ولما اقول له التفاعل برضه خلي بالي بالترتيب، لان ده ليه ميكانيزم وده ليه ميكانيزم، ده ليه شروط وده ليه شروط. طيب اول حاجه الاديشن انيميشن، فبالتالي هعمل اول حاجه اضافه، وتاني حاجه الانيميشن. بس هنا في شرط، التفاعل ده فيه شرط عشان يتم، وبرضه التفاعل التاني فيه شرط، بس مش هو مش نفس الشرط، الاتنين مش نفس الشرط. طب الشرط بتاع التفاعل الأول، لو أنا معايا هالوجينيتد أروماتيك جروب زي ده وجيت أضيف ال OH أو أضيف ال NaOH، التفاعل ده مش هيتم. ليه؟ لأن أنا عشان التفاعل ده يتم محتاج إلكترون ويزدروينج إيه؟ جروب. طيب محتاجه في أي مكان من موضع قرص وبارة بالنسبة لإيه؟ للهالوجين. فالهالوجين هنا، فين القرص والبارة بتوعه؟ ممكن هنا، ممكن هنا، دول القرص، ممكن البارة هنا. تمام، طب ليه؟ هو عشان سببين، أولا عشان القرص والبارة، إلا أولا آسف، عشان الإلكترون ويزدروينج بيسيب الشحنة الموجبة في الموضع قرص وبارة بتوعه هو. يعني هو مثلا يعني قلنا معناه إن O2 هنا، إن O2 ده مثال على الإلكترون ويزدروينج، كان نوع سترونج. ففين القرص والبارة بتوعه؟ ده الموضع قرص، آسف، ده الموضع قرص بتاعه أو ده، وده موقع إيه؟ بارة. فبالتالي هو هيسيب إشارة موجبة تحت إيه؟ الكربونة اللي معاها الإيه؟ الهالوجين. فده هيسهل التفاعل بتاع السبستيتيوشن. ده أول سبب. السبب التاني اللي هو بيعمل استبلايزيشن، بيعمل استقرار للكومبلكس اللي هيتكون، اللي هو اسمه إيه؟ اسمه ميزنهايمر كومبلكس. تمام، وده هنعرف ازاي بيعمله استقرار وايه هو الميزنهايمر كومبلكس لما نخش على الميكانيزم. طيب هنا هو نفس المركب اللي احنا قلنا مش هيتم التفاعل. ليه؟ عشان ما كانش فيه الكترون ويزدروينج. هنا بقى عندي الكترون ويزدروينج فين؟ في الموضع ايه؟ بره بالنسبه له، ده هو الان او 2. تمام، فلما اجي اعمل اديشن، قلنا اللي هو اسمه اديشن اليمينيشن، فاول خطوه بتبقى الاديشن، فهضيف الاو اتش. لما اضيف الاو اتش هضيفه على الكربونة اللي معاه السي ال، فبالتالي الكربونة دي بقى عليها 5 روابط، فبحتاج تخسر رابطة من ايه؟ من 5. فهتخسر رابطة اني اللي جنبيها، اللي هي بالنسبة لبعض اورثو بالنسبة لايه؟ للهالوجين. فيدينا المنظر ده. ليه؟ طب هنا ليه اتكون اشارة سالبة؟ ان انا بيبقى عندي هنا مثلا كربون، رابط ثنائية الكربون، فلما اجي اخسر الرابطة هعمل راس السهم للكربونة دي، فهتديها الاشارة السالبة. تمام، فيدينا المنظر ده بقى. طيب احنا لو فاكرين كنا بنقول في التفاعلات، كان في الخطوة اللي هي بتاعة تكوين السيجما كومبلكس، كنا لما نيجي نكسر رابطة، يعني مثلا أي تفاعل مثلا زي ال NO2، يبقى هنا حالة منزل، هفعل بقى مع NO2. تمام، فايدين المنظر ده، داخل هنا NO2، وبقى عندي هنا رابطة ثنائية ورابطة ثنائية هنا، والرابطة اللي هنا اتكسرت، فهيبقى عندي هنا إشارة موجبة بالشكل ده. بعد كده كنت بعمل ريزونانس. ريزونانس كنا بنعملها ازاي؟ ان انا بيبقى عندي السهم جاي من الرابطة البايد للرابطة السيجما، واقعد بقى اكرر الخطوات دي لحد ما كل الريزونانس بتاعتي تخلص. بعد كده اخش في الخطوة الاخيرة اللي هي دي بروتينيشن. هنا برضو بنعمل حاجة شبه كده، بس في اختلاف بسيط، ان انا هنا بدل ما اتكون عندي اشارة الموجبة، الجو ان هنا عندي اشارة كام؟ سالبة. وبدل بعمل السهم من الرابطة الباي للرابطة الأحادية بالشكل ده، لا أنا بعمل الرابطة من النيجاتيف للإيه؟ للرابطة السيجما. يعني هنا عندي أهو نيجاتيف، فهعمل رأس السهم منها للرابطة سيجما اللي جنبيها على طول. فلما أجي أعمل الشكل اللي أنا بقول عليه ده، هيبقى المنظر هيبقى عامل كده، هيبقى عامل كده وكده. طب الكربونة دي المنظر ده مش صح. ليه؟ لان هي عامله 5 روابط، فمحتاجه تكسر رابطه من الاثنين. اكيد مش هنكسر لسه مكونينها. طب احنا كونناها ليه؟ فهتكسر واحده الثانيه. تمام، هتكسر اللي هي دي، فلما تيجي تكسرها هتعمل راس السهم ايه؟ للكربون اللي جنبيها، وديها برضو الاشاره السالبه. خلاص انا عندي هنا مش مفيش اشارات الموجبه، احنا بنتكلم هنا الاشاره السالبه. طيب
يكون لي المركب ده. المركب ده بقى لو خدت بالك الإشارة السالبة موجودة فين؟ موجودة تحت إيه؟ الإلكترون وزدرونج، وده الفايدة بتاعته التانية اللي احنا كنا بنقول بيعمل الكومبلكس ستابلايزيشن. طيب فين الكومبلكس؟ هنقول في الآخر. هو كل الريزونانس دي عبارة هي الكومبلكس، هنأكد على المعلومة دي كمان شوية. المهم يعني إن عندي النيجاتيف دي تحت الإلكترون وزدرونج، فيعمل معاها إيه؟ رابطة ثنائية. فلما يعمل معاها رابطة ثنائية يبقى هو عامل ستابلايزيشن، بيبقى هنا الرابطة الثنائية اللي اتعملت بقت مع مين؟ مع ال NO2 بالشكل ده اللي هو المركب ده. تمام. فهو كده انا مبقاش عندي اي اشارات على حلقة البنزين، فده كده مستقر اكتر حاجة، عكس مثلا المركب ده والمركب ده عليه اشارة سالبة هنا او الاشارة السالبة هنا. هنا لا، الاشارات كلها عن NO2، المركب نفسه معندوش اشارة سالبة. تمام. فهيوصل للمرحلة دي، بعد كده هيرجع بقى يكمل يعمل ريزونانس تاني، لان هو مخلصش الريزونانس اللي عنده. احنا كنا بنقول الريزونانس بتقف كل ما يبقى كل احتمالات الريزونانس بغير تكرار هتتكون. هنا لا، انا لسه عندي احتمال تاني، فالرابطة الثنائية هترجع تتكسر اللي احنا لسه مكونينها. تمام. ولما اكسر الرابطة هيبقى عندي النيجاتيف فين؟ هيبقى عندي تحت تاني تحت الالكترون ويزرونج زي هنا، بس بقى بدل ما اعمل الاشارة ناحية الالكترون ويزرونج، لا انا هعملها الاشارة جنبيها، هعملها بالشكل ده. تمام. واكسر السهم، اكسر الرابطة ده للايه؟ للي جنبيها زي هنا كده، اكسر الرابطة الباي للي جنبيها. ليه كسرتها؟ لان انا عندي لما اعمل تاني، لما اعمل بدل ما اعمل السهم هنا هعمله خلاص للي جنبيها، فهيبقى الشكل عندي عامل كده. وفي هنا كمان هيدروجين، الكربون دي عليها كام رابطة؟ 5. فمحتاج اكسر رابطة، فهكسر ايه؟ للكربون اللي جنبيها. فالإشارة السالب هتبقى فين كده؟ هتبقى المنظر ده. تمام. فالإشارة السالب برضو هتكمل الريزونانس بتاعها، لسه مخلصتش كله. فلما تيجي تكمل برضو هتعمل رأس سهم من السالب للايه؟ الرابطة السيجما اللي جنبيها. فلما تيجي تعمل هيبقى الكربونة عليها كده او اتش وسي ال، وارتبط هنا بكربون، وارتبط هنا بربطة ثنائية كربون. لما السالب هيدي للربطة السيجما هيبقى عندي ربطة ثنائية، فعاملة 5 روابط. هو محتاج ان هي تكسر ربطة كمان، فهي هتختار مين اللي هي تخسر مين المرة دي؟ هتخسر مين؟ الكلور. تمام. فيديني ايه؟ سي ال سالب يطلع بره، وهيكون لي ايه؟ المركب ده. لو خدت بالكو الخطوة الأولى كانت ايه؟ إضافة الـ OH. الخطوة الأخيرة اللي هنا هي الأنيميشن. تاني الخطوة دي الأديشن، الخطوة دي الأنيميشن. طيب فين بقى الكومبلكس اللي هي عملت لي أصلا استقرار إن احنا بنقول ميزنهايمر؟ هو عبارة عن من أول هنا لحد هنا، المركب الأخير ده عبارة عن كل الريزونانس اللي اتكونت زي ما قلنا، اللي هو شبه خطوة السيجما كومبلكس في التفاعلات اللي احنا كنا بناخدها قبل كده. فبدل ما نقول هنا سيجما كومبلكس بنقول عليها ايه؟ ميزنهايمر كومبلكس. طيب التفاعل التاني اللي هو قلنا التاني اسمه اديشن اليمينيشن، ده اسمه انيمينيشن اديشن. وقلنا الترتيب مهم، بس هنا الشرط مختلف، مش شرط يكون عندي الكترون ويز درونج في الموضوع قرص ولا بره. هنا اولا التفاعل بيبقى عندي هالوجينيتد رمادة كومباوند بيتفاعل مع كي ان اتش 2 وليكويد من ان اتش 3. تمام. والنتيجة الاخير بيبقى عبارة عن ايه؟ ان اتش 2 على ايه؟ على حلقة البنزين. طيب عشان اتفقنا ده، محتاج الشرط اللي عندي ان انا يبقى عندي في الموضع قرصه بالنسبة للهالوجين، ادي هنا عندي الهالوجين ايا كان ايه هو، يبقى عندي في الموضع قرصه اللي هو ده او ده واحدة هيدروجين. واحدة هيدروجين دي جاية منين؟ احنا عارفين حلقة البنزين عموما تبقى عبارة عن كده. لو حسبت هتلاقي كل كربون ناقص لها رابطة، رابطة موجودة فعلا مش ناقصة ولا حاجة، بس احنا مش بنكتبها اللي هي ايه؟ الهيدروجين. فممكن تلاقي الهيدروجين موجودة، ممكن تكون مش موجودة. طب ازاي مش موجودة؟ يبقى عملناها مثلا الكتروفيل سبستيتيوشن وبدلناها مثلا ب NO2، عملناها نيتريشن، او بدلناها ب SO3H، عملناها سلفونيشن، هكذا. ممكن يبقى بدلنا مثلا واحدة هيدروجين ب R. طب لو هي موجودة في موضع أرثو، يبقى التفاعل هيتم واحدة من الاتنين على الأقل. يعني ممكن مش هو في مكانين للأرثو اللي هو ده أو ده،
لو موجودة في واحدة من الاتنين على الأقل التفاعل هيتم، لو موجودة في الاتنين التفاعل هيتم، لو مش موجودة في اليمين ولا الشمال التفاعل مش هيتم، فده الشرط بتاعه. طيب نشوف الميكانيزم. هنا عندي هو هالوجينيتد اربيتال كومباوند، وهنا الهيدروجين هي اصلا موجودة بس كتبناها لان انا هستخدمها يعني، وهحط خلاص ليكويد ان اتش 3 مع الكي ان اتش 2. طيب ده كده هعمل خطوة الانيميشن. طب هنزع ايه؟ هنزع ال H و C L، هنزع ماينس ايه H C L بالشكل ده. تمام. هيكون لي بقى حاجة يعني ما شفناش قبل كده، اللي هي الايه بنزين. بنزين ده عبارة عن مركب انترميديت، فاحنا مش بنشوفه يعني اثناء التفاعل احنا مش بنشوفه، بس لو ما عارفين ان هو موجود لكذا سبب هنقوم كمان شوية يعني، في أسباب أو في أدلة على إيه وجود المركب ده فعلا. طيب نكمل وبعد كده نقول ليه قلنا اللي هو موجود. تاني حاجة إن احنا بنضيف ال NH2، خطوة بقى ال addition. تمام يعني دي خطوة ال elimination، ده احنا نزعنا ال HCl، دي بقى خطوة ال addition. ال NH2 لما يجي يخش، طبعا احنا هنا عاملين استقرار للاتنين كربون عاملة ايه 4 روابط، فبحتاج اخسر رابطة من الأربعة. فأنا عندي بقى يعني احتمالين، أنا عندي هنا دي الرابطة هي الثلاثية، فلأن أخسر هنا لأن أخسر هنا. طب أنا لو كسرت ناحية الكربون على اليمين فدي هيبقى عليها الإشارة، الإشارة الإيه السالبة، ويبقى عندي هنا إشارة موجبة، وإحنا شفنا إن NH2 إن إحنا هنضيفه عليه إشارة إيه سالبة، فالإشارة السالبة هتهاجم الإيه موجبة. تاني نجرب احتمال لوحده، كل واحد لوحده. انا عندي هنا كربون رابطة تريبل بوند مع الكربون اللي جنبيها، فانا لو كسرت هنا ده هياخد الاشارة السالبة، تاني هياخد الاشارة ايه الموجبة، فلما اجي اضيف ال NH2 انا لما بكون رابطة بعمل من السالب للموجب، فهتخش الكربونة دي. ده احتمال الاول. الاحتمال التاني برضو هنا رابطة ثلاثية، لو هكسر ناحية الشمال هيبقى عندي هنا اشارة سالبة، هكون NH2. انا اسف المفروض العكس يعني، كده قررناه الناحية التانية بقى اللي هو هنا. انا كنت مش صح، ماشي. و NH2 ده هياخد اشارة سالبة وده هياخد اشارة موجبة، وده عليه اشارة سالبة، فمين هيهاجم ال NH2؟ هتهاجم دي. ففي الخطوة الاولى هيعمل ال NH2 مكان الكربون اللي فوق، الخطوة التانية هيعمل ال NH2 مكان الكربون ايه اللي جنبيها. فيبقى انا عندي لإلا ده، لإلا المركب اللي فوق ده، لإلا المركب اللي تحت. تمام. تالت خطوة لما اضيف ال NH3 ويكون لي خلاص المركب اللي هو ايه مجموعة ال NH2 مرتبطة بحالة المنزل، سواء تفاعل مع ده اللي اتكون مثلا، او تفاعل مع ال NH3 هيديني ده، او ده اللي اتكون وتفاعل مع ال NH3 برضه هيديني ده، فهي مش فارقة. تمام ده كده التفاعل، كده التفاعل خلص، او التفاعلات كمان الالكايل هالايد الالكايل اروماتيك بنزين خلصت، بس لسه بقى ناخد الادلة على تكوين الايه البنزين. اول دليل البنزين ده اتكون، لو انا عندي مركب زي ده عايز اعمل له ايه انيميشن اديشن، فاول خطوه بعملها ايه الانيميشن. طب الانيميشن اللي احنا بنعمل ايه، بيعمل نزع ال لل اتش سي ال، فبننزع اول حاجه الكلور مع ذره الهيدروجين اللي في الموضوع قرص بالنسبه لها، في اللي هي فين اللي هي دي، ينفع انزع من هنا؟ لا هنا مش دي مجموعه ايه ويز درون جروب، فمش مش هيدروجين اي حاجه يعني غير الهيدروجين، فمش هينفع، فلازم هو اجبرني ان انا امشي ناحيه ايه الكربون اللي جنبيها دي. خلاص كون لي بقى بعد كده بنزين، احنا عايزين نثبت ان هو موجود اصلا لان هو مركب انترميديت فمش بنشوفه. طيب خلاص خلاص لخطوه الانيميشن، فاضل بقى خطوه الاديشن. لما تيجي اضيف ال NH2 زي ما قلنا في الميكانيزم اللي فات، فطبيعي ان انا ممكن ادخل ال NH2 هنا، ممكن ادخل ال NH2 هنا، وقلنا ازاي. والمنطقي اكتر لو انا مش عارف ان البنزين موجود ان انا الاقي ال NH2 هنا. طب ليه؟ لان انا عندي هنا بعمل سبستيتيوشن، فلما اطلع الكلور وادخل مكانها ال NH2 فهدخلها في نفس مكان الكلور. تمام فانا يبقى انا عندي، انا عارف ان المفروض يبقى في مكانين، هنا او هنا، ولو انا مش عارف فالمنطقي بالنسبه لي او الطبيعي ان انا الاقيه ان الاقي ال NH2 هنا مش هنا. طيب تيجي نشوف ايه اللي حصل بقى، هنلاقي العكس حصل، عكس اللي احنا متوقعينه، ان ال NH2 جت في المكان دوت. طيب تعالى نرقم مثلا الكربون عشان ما تلخبطش، انا عندي مثلا هنا 1 2
اتنين تلاتة. تمام، انا متوقع ان انا الاقيها في اتنين، لو هو ده. لا انا لقيتها في تلاتة. طب ليه؟ ليه لقيتها في تلاتة؟ لان ال NH2 هي عبارة عن ايه؟ هي اللي بتكون اشارة السريب. ازاي يعني؟ انا لو دخلت NH2 هنا في الكربون رقم 3، هتسيب إشارة سالبة عند الكربون رقم 2، وده كده هيخلي مركبة مستقرة أكتر، لأن ال CF3 عبارة عن إيه؟ مجموعة سالبة. فلما يبقى جنبيها برضه في الكربون اللي جنبيها إشارة سالبة، فهيبقى ستيبل أكتر. لكن لو هنا كونت هنا NH2 والإشارة السالبة بعيد عن ال CF3، هتبقى أقل استقرار منها. فهو فضل اللي هو يكون المكون ده، المركب ده. فده دليل إن أنا المركب كان عنده يعني الاختيار اللي هو يكون الاتنين، سواء ده سواء ده او ده، بس هو عشان اعلى استقرار فكون ده وما كونش ده. تمام، فده اول دليل. دليل تاني، لو عندي مركب زي ده، في هنا هالوجين ومعايا الهالوجين بيوجه برضه القرص، وبره مثلا عمل لنا الكاينيشن بال CH3، فوجه بقى الايه، أرسو وبارا، وجه هنا أرسو وأرسو وإيه وبارا. فلما أجي دلوقتي أعمل له برضه أنيميشن أديشن، فأجي في خطوة الأنيميشن اللي أنا بنزع بيها الـ HCl أو الـ HX عموما، فأجي أشيل الـ X وأجي أشيل الهيدروجين منين؟ من موضع أرسو. أجي لموضع أرسو هنا أو هنا، ملاقيش H، فالتفاعل مش هيتم. تمام، فده ده كده ايه، التفاعل مش هيتم. طب ده دليل ان في بنزين بيتكون؟ اه، في دليل ان البنزين بيتكون. ليه؟ لان البنزين هم ما كانش عارفين يعني الخطوه الالمينيشن دي هتبقى عباره عن ايه. هي عباره عن نزع اتش سي ال. طب عرفوا ازاي دلوقتي؟ هنا دلوقتي اتاكدوا فعلا ان هو بينزع اتش سي ال ويكون رابطه ثلاثيه. ليه؟ لان لما جه يعملوا التفاعل ده مع المركب دوت ما تمش. طب قعد يفكر ليه ما تمش؟ لقوا هنا في الموضوع اورسو مفيش هيدروجين، فبالتالي مش هيطلع اتش سي ال ولا هيتكون رابطة ثلاثية اللي هو ايه، بنزين. ده دليل تاني. دليل الطريق التالت هو التريمينج اوف بنزين باي فيورين. ان انا هنا بيقول ان انا البنزين هيتكون، وقبل ما يكمل التفاعل احنا اكيد هنعمل له ايه، اصطياد. ازاي؟ انا عندي هو البنزين اتكون من الخطوة الاولى بتاعة الانيميشن، خلاص عملنا انيميشن فكون البنزين، فهو التفاعل هو بيتم ولسه هيكمل، هينفعل مع فيوران. ايه الفيوران؟ اللي هو المركب دوت. فالفيوران عشان نعمل له يعني نضيفه، هو ده تفاعل اسمه دايلز ألدر. تمام، هو ده تفاعل اصلا، نوع من التفاعلات، فاحنا بنستخدمه عشان نثبت ان هو ايه، فيه بنزين. فبنضيف الفيوران، وانت عارف احنا عارفين ان احنا لما بنيجي نضيف على البنزين بنكسر الرابطة ايه، الثلاثية، زي ما قلنا بيبقى معانا تريبل بوند الكربون، فبنكسر الرابطة الثلاثية سواء هنا أو هنا. فدلوقتي لما بنكسر الرابطة الثلاثية دي، ايه اللي بيحصل؟ بيبقى واحد هنستخدمه عشان نضيف، لو مثلا ده خد إشارة سالبة وده الموجبة، فال NH2 عليه إشارة سالبة فهتهاجم ده، فده هيبقى عليه 4 روابط، وده هيبقى لسه عليه 3 روابط. في حتة بقى إضافة الفيران هو مختلف شوية. أنا لغاية دلوقتي لما أكسر الرابطة الثلاثية، لما اخسر الرابطة الثلاثية مثلا هنا، فده هياخد إشارة سالبة وده هياخد إشارة موجبة، كل واحد منهم له أسلوب رابطة عشان يستقر، صح؟ فالفيران هيدي رابطة لده وهيدي رابطة لده، مش هيدي على حد. تمام، فهنا مثلا أنا هرقم الكربون عشان متلخبطش، هنا الكربونة الأولى والتانية والتالتة والرابعة. لما أجي أضيفها هلاقي الكربون رقم 1 ارتبطت هنا، الكربون رقم 4 ارتبطت هنا، فخلاص البنزين كل كربونة فيه بعد ما كانت عاملة 3 روابط بقت عاملة 4 روابط. تمام، وكون المركب ده. فانا ده دليل ان انا عندي رابطه ثلاثيه، ولما باجي اكسرها كل كربونه بتبقى ناقص لها رابطه، فده دليل برضو على تكوين ايه، البنزين. اخر بقى اثبات، اللي هو بعمل ليمينينج للايه، للكربونه اللي عليها الهالوجين. يعني ايه ليمينينج؟ اللي انا بعلم الكربونه. فاكرين تفاعل الاسطره لما كنا بنقول حمض وكحول يدينا استر وميه، ما كناش عارفين مين مصدر الاو اتش ومين مصدر H؟ مش لما بيتكون ميه فبيبقى عندي مصدر للـ OH ومصدر للـ H، فكان العلماء متوقعين ان الحمض هو المصدر للـ H والكحول مصدر للـ OH، بس لقوا العكس، لقوا الحمض مصدره ايه، الحمض مصدر للـ OH والكحول مصدر للـ H. طب عرفوا منين اصلا؟ عرفوا منين؟ عن طريق برضه الليبلنج اللي هو استخدمه الاكسجينه
استخدموا نظير للاكسجين تاني عكس اللي احنا كنا بنستخدمه، مش فاكر كان اكسجين 18 ولا كام، فعرفوا ان مصدر الاو اللي في الميه كان هو مين، حمض الكربوكسيليك مثلا او اي حمض ده فعلا مع الكحول. هنا برضو هنستخدم نفس الطريقه، الكربون اللي تحت الهالوجين هنستخدم نظير كربون 13 عشان اعلم الكربون ان عليها هالوجين. فلما اجي اعمل خطوه الانيميشن بعد كده اديشن، هنا مش كاتب المكانيزم، هو بيقول لك هنا التفاعل يعني تم خلاص وخلص. فالطبيعي ان انا لما اعمل سبستيتيوشن ان انا الاقي ايه ان اتش 2 اللي دخلت هتبقى مكان السي ال زي ما قلنا من شويه، فده الطبيعي. الخطوه دي اللي هي ايه طبيعيه. طيب الخطوة اللي مش طبيعية ان انا لقيت ده اتكون. على فكرة دي مش اخر خطوة، احنا كنا بعد كده بنضيف ال NH3 وبيدينا مركب واحد، لكن في خطوة من الخطوات اللي احنا قلناها اللي هو بيتكون مركبين، هي دي الخطوة اللي احنا بنتكلم عليها، ان احنا لقينا واحد NH2 هنا على الكربون 13. خلي بالك احنا ميزنا الكربون اللي تحت الكلور اللي هي الكربون 13، فلما هنا عملنا اول خطوة اللي هي الانيميشن وبعد كده عملنا خطوة من خطوات الاديشن، فانا متوقع الاقي ده، الاقي الكربون 13 على NH2، لكن انا ما كنتش متوقع الاقي ده اللي الكربون 13 جنبيها NH2 في الموضوع ايه ارثو. فده كده برضو دليل على تكوين البنزين، واخر دليل. طيب كده الفيديو خلص، وده اخر جزء داخل في الميدترم ان شاء الله.